بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت قوات من الأمن والمخابرات الإسرائيلية اقتحمت بيتي ظهر هذا اليوم وطلبوا مني الحضور إلى غرفة رقم 4 في المسكوبية غرف التحقيق، واصطحبت معهم وسلموني هناك كتاب يتضمن منعي من السفر خارج البلاد بتوقيع وزير الداخلية الإسرائيلي، وأن القرار يتضمن أيضا إمكانية تمديد المنع منع السفر لأربعة أشهر أخرى، وبحجتي أنني أشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة، هكذا ورد في كتاب المنع. وهذا القرار هو قرار تعسفي، قرار غير مبرر، حيث لم يبرزوا لي أي دليل إدانة لي، واعتدنا على أساليب الاحتلال في منع السفر، وهذه هي خامس مرة أمنع من السفر خارج البلاد في فترات متعاقبة.